ويبهر بنا ما يعرف به ويمجد ابنه يسوع المسيح. وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح. وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح. أحبائنا أهلا بيكم، بنرحب بيكم في برنامجكم إشفيني. حلقة النهاردة بعنوان ملك السماء شفاء وملك الأرض موت، يعني بكل بساطة كده معادلة بسيطة جدا. بقالنا كام أسبوع بنتكلم عن ملك السماء. شفنا الأسبوع اللي فات إزاي أول وعد ربنا اداه لشعبه بعد ما طلعوا من أرض مصر اتذكر في خروج الأصحاح 15 وعدد 26، وقال لهم كده: أنا الرب شفيكم. كانوا عارفين إن هو الله القدير، لكن كانوا لازم يعرفوا إن هو برضو الرب الشافي. وذكرهم إزاي 40 سنة في البرية، كانوا ماشيين في البرية ما تذكرش ليهم مرض، ما تذكرش ليهم أي حاجة غلط حصلت لهم. ربنا كمل الرب الشافي. لكن بنشوف بعد كده إن في سفر صمويل بيبصوا لباقي الشعوب وبيجوا بيطلبوا ملك، وبيجوا يقولوا له احنا عايزين ملك يملك علينا كباقي الشعوب. وبنشوف ان الوقت ده كل حاجة ابتدت تتغير، لان ابتدوا ينظروا الى المملكة اللي الارض اسستها مش المملكة اللي السماء اسستها. يسوع لكل المجد لما جه بعد كده ورينا المملكة ديت، ان لما هنشوف كل الاناجيل اول حاجة عملها يقول الكتاب ان كان يكرز ببشارة الملكوت، وبعد كده على طول يقول وكان يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. النهاردة احنا جايين نتكلم من الكتاب المقدس ان ملك السماء النهاردة جاي وبيطلب افتح قلبي، افتح قلبك النهاردة ليا وقبلني النهاردة ملك. ما ينفعش ان انا اقول يسوع مخلص وبس، يسوع مخلص ويسوع كمان ملك جاي يملك على كل حاجة أنا تعلمتها، وجاي النهاردة يقول هل أنت عايزني أملك على المرض اللي عندك، على الضعف اللي عندك، على الخطية اللي عندك. لو ده النهاردة أنت تابع معانا بقية البرنامج، أهلا بيك يا مينا. أهلا بيك يا إيفون، وأهلا بيكم أحبائنا في كل مكان. إزاي النهاردة يسوع يملك على حياتنا ويكون هو فعلا الملك الوحيد، ورغم ظروفنا ورغم التحديات اللي بتتحدانا ورغم العالم الذي وضع في الشرير، ورغم ان كل الاشياء ممكن تكون باينة ان هي صعب جدا وفي تجارب صعبة جدا، ولكن يعظم انتصارنا بالذي احبنا، انه بيضع مع كل تجربة منفذ ولا يدعنا نجرب فوق استطاعتنا. وهو النهاردة بنعمته بيغطي كل ضعف، ولكن احنا بنقول دايما ان احنا بنعرف قصد الله من البدء، وكلمنا من سفر التكوين بالأخص، وشفنا زي قصد الله من البدء ان الانسان ده يكون ملك في عدن، يكون على صورة الملك الحقيقي ويكون متسلط على الارض وعلى كل شيء يدب على الارض، ويكون متسلط على سمك البحر وعلى كل الممالك اللي معروفة لدي الانسان. ولكن بنشوف ايضا تدهور الحالة، وازاي ان لما بنيجي نبص كده بنشوف ان الانسان ده حالته اتدهورت جدا، انه اتطرد برا، وده حفاظا عليه. وبنقول دايما ربنا عايز يحافظ على صورة ادم وحواء، عشان كده اخرجهم الرب برا جنة عدن. ويمكن ناس كتيرة بتقول ده ربنا قاسي جدا، ده ربنا هو اللي طردهم برا. ده بالعكس، ده ربنا من محبته انه استنى كده لغاية لما في ملء الزمان يأتي المولود الأزلي اللي هو الرب يسوع نفسه، اللي هو كل من يتحد به النهاردة. يمكن ده نداء من أول حلقة، عايز أقولك إن ده مشتهى قلبه إن الأمم كلها تعرف الرب يسوع، إن كل لسان وكل عشيرة وكل أمة وكل اسم يسمى ينطق بملك المجد اللي هو بنتكلم عنه النهاردة، اللي هو أشرق نوره وقالوا كده أين هو المولود ملك اليهود، اللي هو نتنائيل قال له أنت يهودي ولا غش فيك، أنت ملك، والنبوات كلها تنبأت عنه أن ده ملك.
وعايزين نشوف النهاردة هنشوف إزاي تدهور المملكة، وهنشوف إزاي إن ملك الله عندما يأتي في حياتنا بيختلف كل شيء في حياة الإنسان. بتبقى عايش عارف إنك مواطن سماوي، وعارف إنك ليك مهمة كبيرة جدا، إن ملكوت الله الذي داخلك يمتد من خلالك، ويبقى كل أعضاء جسد المسيح مؤهلين بالروح القدس إنهم يعملوا عمل الملك السماوي، ويمتد ملكوت الله من خلال كل إنسان النهاردة يقول له يا رب أيوة أنا تلميذ ليك، أنت سكنت فيا بالروح القدس ولكن تعمل من خلالي أيضا. أمين. في آية جميلة جدا يمينة في روميا 12 وعدد 2، لا تشكلوا هذا الظهر. أيوة. فليه بل تغيروا. بل تغيروا. طب ليه احنا ما نشكلش الظهر ده؟ يعني لما الكتاب يقول لا تشكلوا معناها ان الطبيعي ان احنا بنشكل هذا الظهر. فالكلمه دي معناها ايه؟ ما يبقاش فكرنا وطريقتنا واسلوبنا زي بقيه الناس. يعني ممكن بالنسبه لناس كتيره جدا خلاص عادي جدا، واحد جاله مرض او واحد عنده ضعف خلاص هو كده، وفي كلام كتير بنقوله انا عندي مثلا انا متوارث المرض دوت من والدي او من جدي، فدي حاجة في العيلة. أو ممكن يقول ما أنا إنسان، ما هو الدنيا كده، هو أنا هعيش للأبد، هو أنا. لكن اللي احنا النهاردة عايزين نأسسه من بداية الحلقة إن شعب ربنا مينا كان عارف في الأول خالص هو مين، لدرجة إن وقت الضربات كتاب يقول آيات روعة، يعني يقول كده مثلا وأجعل فرقا بين شعبي وشعبك. أيوة. يعني ربنا بيقول لفرعون يا فرعون شعبي حاجة وشعبك أنت حاجة. صح. شعب مصر حاجة وشعبي أنا حاجة تانية. بيبقى عايشين في الضربات، عايشين في قلب مصر، في نفس الأرض، في نفس الأرض، أرض مصر اتخربت، لكن علشان دول شعب ربنا ففي كده مظلة حماية ما بتجيش عليهم، لدرجة يمين المواشي بتاعتهم ما اتضرتش. يعني يقول ويميز الرب بين مواشي إسرائيل ومواشي المصريين. يعني مش بس كده، كل ما تمتد لي إيدينا، يعني الحاجة بتاعتي أنا، ملكيتي أنا، أي حاجة في بيتي علشان أنا دعي اسمه عليا أنا مختلفة. هل أنا النهاردة مؤمنة بكده؟ ما هو أنا ممكن أكون زي باقي الشعوب، ده عادي. الشعوب ليها فكر ومملكة الأرض ليها فكر، لكن المسيح يمينا كان ليه فكر تاني خالص. وحتى لما جه ما تقبلش رسالته، احنا النهاردة بنمجده وبنسجد له، لكن وقتها كانوا عايزين يقتلوه. لأن كل حاجة عملها كانت ضد ما أساسا الفكر بتاع الإنسان بيجيب. يعني بنشوف في إنجيل متى، إنجيل مرقس، إنجيل كل الأناجيل، الكتاب يقول إن كان يكرز ببشارة الملكوت. طب إيه معنى يعني إيه معنى الكلام ده؟ يعني كان بيقول وعظة حلوة يعني؟ أيوة. يعني كان بيقف ويقول وعظة مثلا ثلاث نقط مثلا هعلمكم النهاردة النقطة الأولى والنقطة الثانية والنقطة الثالثة؟ لا. طب إيه معنى الكلام ده؟ الكتاب بيكمل فكان يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. أيوة. فالمسيح كان بيعمل إيه؟ كان بيرجع الحاجة للتصميم الأساسي. أيوة. بتاعها. لما كانت حاجة الدهور المسيح كان بيرجعها مرة تانية، وده بالظبط يمينة اللي ربنا عمله في البداية. لما الأرض كانت خاربة راح ربنا قال إيه؟ ليكن نور. الكلمة اللي قالها عكست الخراب اللي كان موجود. ده بالظبط اللي النهاردة المسيح عايز يعمله، عايز يرجعك انت للتصميم الاساسي. انت لا اتخلقت للمرض ولا اتخلقت للضعف ولا اتخلقت للخوف ولا اتخلقت للإدمان. النهاردة يعني بكل سهولة بنقول ايه؟ انا مواطن سماوي. ايوه. ايه معنى كده يعني ايه معنى مواطن سماوي؟ بادج ده انا بلبسه، انا جالس مع المسيح في السماوي، ايه معنى دي برضو؟ لكن النهارده ربنا بيقول لو انت مواطن سماوي، يعني انت مواطن سماوي، يعني انت معاك باسبور سماوي. فعلا. يعني ما ينفعش يبقى معاك مختوم بدم الحمل. فعلا ما ينفعش انا اقول انا معايا باسبور امريكاني مثلا بدون ما انا اكون عمري ما روحت امريكا. أيوة. مش ممكن. لازم انا اكون اساسا مواطن امريكي عايش في البلد وباخد الباسبور، يعني فاهم سيستم البلد، نظام البلد. النهارده ربنا بيقولك لو انت بتقول انا مسيحي، لو انت بتقول انت ممتلئ بالروح القدس، او انا جنسيه سماويه، انت النهارده لينا فكر تاني. فكر السما يعني ان انا النهارده ارفض فكر العالم. أيوة. ارفض ان انا اعيش بمرض. انا مش بتمرد على ربنا، ده انا وربنا بنتحد مع بعض ضد عمل ابليس اللي جاي النهاردة علشان يهدمني وعلشان يقصف عمري، علشان بكل بساطة ما كملش الدعوة. يعني النهاردة مينا الموضوع كله عليا انا، ابليس مش عايزني اكمل الدعوة. لان كل يوم احنا عايشين فيه بنعمل ايه؟ احنا بنعمل ايه كل يوم؟ كل يوم بنعلن عن حاجة واحدة بس، يسوع يخلص،
يسوع يشفي، يسوع يحرر. إبليس مش عايز الرسالة دي فعلا، لأن المسيح جاء ليسترد كل ما سلب من آدم فعلا. فجاء آدم الأخير هو الروح المحي اللي هو لينا النهاردة. فأنا النهاردة هل بعاني من مرض جسدي وبقول إن ربنا سمح بالمرض الجسدي ده عشان يأدبني، ولا عشان أروح له السماء، ولا عشان هو شايف ده الأصلح ليا؟ عايز أقول لك كانت رسالة المسيح شفاء، كانت رسالة المسيح تحرير، كانت رسالة المسيح إنه يعلن قلب الآب لينا. عشان كده ما بنشوفش في معجزاته أبدا إن هو جه بص لحد وقال له كويس أنت عندك النهاردة سرطان أو مرض مستعصي أو ملوش أي علاج، فكويس أنت هتروح للآب الأسبوع الجاي ولا اللي بعده ولا بعد شهر، فكويس كده وربنا عايز كده. ما بنشوفش أبدا النماذج دي، ولكن من تدهور الملك اللي إحنا للأسف صورته شوهت، فجعلنا لينا ممالك أخرى فعلا. جعلنا لينا سيستمات أخرى فعلا. جعلنا لينا قواعد مختلفة عن قواعد الكتاب المقدس. قواعد الكتاب المقدس بيقول إن بجلدتي شفينا، قواعد الكتاب المقدس بيقول إن حمل كل أمراضنا في الصليب، إن بجلدتي شفينا، إن الآيات دي تتبع المؤمنين باسمي يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون، إن مواعيد الله صادقة وأمينة، مواعيد الله إن في ترميم لكل حالة النهاردة أنت بتمر بيها وبتقول أنا اتسلبت صحتي، أنا اتسلب أولادي، أنا اتسلب الشغل بتاعي، أنا اتسلبت الموارد بتاعتي. عايز أقول لك إن الله النهاردة يسترد كل شيء، مش بس بيسترده واحد لواحد، بيسترده بوفرة بسبعة أضعاف. يعني إيه؟ يعني بعمل نعمته. يعني النهاردة أنت بتقوم وتقف وتصلي وتقول يا رب أنا بؤمن بكلامك، مش بس حاجة بديهية أو عقلانية، ولكن حاجة قلبية. النهاردة بتقول يا رب أنا فعلا بصدق عمل صليبك، ولو أنا إنسان مسيحي يعني بؤمن بالصليب ومفاعيل الفداء وكل شيء مقدم من إيدك يا رب، إن أنت بتستعيد كل شيء صلب. وعارفين إن مين اللص؟ مش ربنا اللي بيجي يسرق صحتي، مش ربنا الأب الحنون اللي بيخلي يقول للشيطان أيوة روح جربه بالمرض ده واديله ده، لا بالعكس، ده الذي خلصنا ودعانا دعوة مقدسة. عشان إيه؟ عشان ملك الله يستمر ويمتد، يستمر فيا ويمتد من خلالي. عمل جبار جدا وإلهنا متضع جدا إنه بيجي بيسكن في أواني خزفية ليس ليها أي فضل، ولكن عشان يكون فضل القوة من مين؟ منه هو. هل تقبل النهاردة؟ هنطلع ناخد الاختبار بتاعنا، والاختبار ده عايز يكون اختبارك انت. ليه احنا بنحرص كل حلقة ان يكون في اختبار حي؟ عشان عايز اقولك رسالة اخويا اللي انت لا تتبع الدين المسيحي، ان اله المسيحيين الهنا حي يصنع معجزات. اطلبوا النهاردة، يا ترى انا شاعر بالروح، ابنك وانت بتقول انا مش مسيحي، ابنك اللي هو المعوق ده ربنا يقومه، بنتك اللي بتقول ضايعة جدا أو مدمنة أو تحت روبوت معينة، النهاردة إلهنا بيجي بيكسر كل سلاسل إبليس وقبضة إبليس من على أولادنا، من على نفسياتنا، من على أجسادنا أيضا، من على أرواحنا، فنكون في شفاء كامل. ابقوا معنا. Brittany Bakenhaster was a precocious three-year-old. Brittany كانت عندها 3 سنين وتحب الحياة وطفلة عادية جدا. Just loved life, full of life. تقول مامتها كانت طفلة جميلة جدا وتحب الحياة. ولكن في يوم سمعت صوت غريب في أوضتها وراحت وشافتها إن هي تقريبا بتفارق الحياة ومش قادرة تتنفس. مسكتها وقلت يا رب المسها لمسة شافية الآن. بعد الفحوصات وضح إن هي عندها صرع أو نوبات صرع بتجهد،
وبعدين الأم ابتدت تفكر, قالت أنا عندي نفس المرض ده, وابتدت تلوم نفسها. وبعدين قالت أكيد هتاخد علاج وهتبقى كويسة, ولكن الموضوع كان أصعب من كده بكتير. ابتدت علاج فعلا, وابتدوا يحاولوا معها بطرق علاجية مختلفة, ولكن ما كانتش في أي نتيجة واضحة أو تحسن ملحوظ. بتقول أنا كأم طبعا حسيت إن دي جزء مني, ولكن أنا المسؤولة اللي حصل لها, لأن المرض ده كان عندي وأنا حامل فيه. قلت له يا رب ماليش غيرك يا رب, انت اللي تلمسها لمسة شفية. والسنين اللي بعد كده المرض ده يعني للأسف بقى أسوأ, والحالة بقت أسوأ, وعلاجات كتير جدا حاولنا, ولكن حالتها كانت إلى الأسوأ. بيقول إن هي كانت محتاجة عناية كل الوقت كل دقيقة, لدرجة إن هو حطوا لها زي خوذة على رأسها عشان كانت بتقع وممكن تعور نفسها. ولكن مسكنا الإنجيل وتمسكنا بوعود الرب, ومزمور 37 يقول تلذذ بالرب فيعطيك سؤل قلبك. وربنا قال لي اوعي تبصي للواقع اللي انت بتعيشيه, ولكن بصي للغير المرئي بالإيمان اللي انا معده ليكي. وأخذت العربية يوميها, وكان ربنا بيكلمني, ورحت المدرسة شفت الأولاد بيلعبوا, وقلت له يا رب أنا عايزة كده, عايزة بنتي تكون واحدة منهم بتلعب وبتمارس حياتها الطبيعية. وربنا كلمني وقال لي هيكون ليكي لو أمنتي. والأطباء حاولوا بالفحوصات والعلاج انه يعالجوا الحالة بتاعتها, ولكن كانت حالتها الى اسوأ. ما كانش في اي شيء نقدر نعمله عملناه غير ان نتكل على ربنا بالايمان ان الله قادر انه يلمسها لمسة شافية. وكانت حالتها تقريبا شبه قربت الموت, ولكن أنا تمسكت بوعود ربنا. قلت له بدام أنت قلت يا رب أنا بتمسك وبؤمن أن كل كلمة بتقولها تكون في حياتك. شافت رؤية البنت وكانت بتقول يسوع يسوع, والأم بتقول أنا فهمت أن هي أكيد اختبرت حاجة وشافت يسوع له كل المجد. تقول ما كانتش بتكلم لفترة طويلة, ما كانش باين عليها أي استجابة, وما كانتش ما كنتش بلاحظ عليها أي حاجة, كانت صامتة تماما. ولكن بعد الرؤية دي أنا أمنت كده إن في حاجة, وهي فعلا كلمت وقالت أنا شفت ملايكة في الأوضة وشفت يسوع وشفت نور. وأخذوها لفحوصات بعد كده, ولكن الأم بتقول أنا أمنت فعلا أكيد ربنا لمسها لمسة شافية. وشفت كده ما فتحت عينها ان في فرق كبير قوي كان باين عليها, وكان واضح جدا ان الرب لمسها لمسة شافية. والنرس قالت لي ان في قوة اعظم لمستها, وقالت لها فعلا القوة دي هي قوة المسيح الشافية. وبعد كده اللي حصل معايا انا ان انا كل ما اخد الدواء بتاعي للاسف كان بيجي لي صداع, والصداع ده كان بيبقى اسوأ واسوأ واقوى. وبعد كده رحت عملت فحوصات بعديها بكام شهر, وطلع ان انا حتى نوبات الصرع اللي عندي والصرع اللي كان كنت بعاني منه اختفى تماما, وبقالي 18 سنة ما باخدش اي دواء. وبنتي اهي اللي في الصورة وبتخدم المسيح في الكنيسة وبترنم لاسمه, ودي شهادة حية عن عمل المسيح في حياتها. تقول أنا لسه بتذكر الرؤية اللي شفتها, وشفت مجد الله ومجد المسيح, وكان منظر باهي جدا, والملائكة حواليه في كل مكان. تقول حاجة عجيبة جميلة جدا. تقول ما فيش أي حاجة في الدنيا زيها أبدا زي الرؤية دي. والنهاردة البنت والأم بتقول إن الله مواعيده صادقة إلى التمام. وبقوة الروح القدس يعلن مجدي.
الأم رجعت تاني وقالت ربنا اداني بنتي وهو اللي وعد بالشفاء وهو اللي أمين إنه فعلا شفاها. إيمان عجيب جدا وسط التحدي ده. وممكن سهل جدا زي ما كنا بنقول إن ممكن الخطايا الوراثية، ممكن أمراض وراثية أيضا، والأباء أو الأمهات بيلوموا نفسهم ساعات كتير، يقول مثلا أنا عندي المرض الفلاني وابنه جاي ابني جاله نفس المرض، أنا المسؤول عن ده. إيه رأيك في الموضوع ده؟ فعلا يا مينا بيحصل كتير جدا، لكن شوف قد إيه هي يعني في آية قالتها جميلة جدا، مزمور 37. أيوة. يعني لما بتقول تلذذ بالرب. أيوة. فيعطيك سوء لقلبك. فالحاجة الجميلة قوي إن هي ممكن قوي كانت تيجي تقول أنا في المرض. أيوة. وجاء لبنتي، وممكن جدا بكل بساطة كانت تلوم ربنا بكل بساطة. فعلا. أنت عملت كده ليه، أنت عملت كده، يعني ده كان طريقة من الفكر، أو طريقة تانية من الفكر تقول خلاص ربنا عمل كده، هو ليه إرادة، هي دي إرادته وخلاص، وهو سمح بكده، وهو سمح بكده. يعني شوف الفكر ده وشوف الفكر ده، ويبقى كبرياء لو انا رفضت ده. فعلا. او قلت ان ربنا بيشفي، لا يا رب انا هتمسك بوعودك، انت بتشفي وانت فعلا. عايز لينا الاحسن، انت عايز لينا. وببساطه كان ممكن تقول ايه، طب ما كان شافيني انا، يعني بكل طب ما كان اتمنى فيا المرض، يعني انا دلوقتي بطلب شفاء لبنتي وانا لسه عندي المرض. لكن هي ما عملتش كده، هي قالت حاجه حلوه جدا، هي قالت يا رب انا ليا طلب. واحنا النهارده كل واحد فينا ليه طلب. النهارده احنا بنيجي بنحط الطلبة امام عرش النعمة، لكن في نفس الوقت ما بنسمحش لاحتياجنا يغير حبنا ليه. فهي قالت كده تلذذ بالرب. النهارده احنا قول يا رب النهارده انا جاي استمتع بيك انت، انا جاي امتلئ من محبتك انت، لاني انا وبتمتع بيه حاجه بتحصل، ملك السما بيجي. والحاجه الجميله يا مينا ان الملك ده لما ملك على حياه بنتها، البنت اتشافت، بس ما ملكش على البنت بس، هي فوجئت او اتفاجئت ان هي كمان اتشافت. لان الكتاب احنا لينا وعد ان كان احد في المسيح فهو خليقه جديده. يعني ايه خليقه جديده؟ يعني انا المرض اللي انا تورثته عن والدي او والد والدي او جدي بيحصل ايه لما انا باجي في المسيح؟ انا بكون نسل ملوكي يبرأ بالظبط، فبيتقطع. يعني دم يسوع بيعمل ايه؟ بيعمل فاصل. ما هو بر المسيح يبرئ ايضا من اللعنات الوراثيه او الامراض الوراثيه. فعلا. فمش بس بر، ان احنا اتكلمنا عن البر مره، مش بنقول بس ان ده اعمال الجسد، لا هو من الايمان، اذ كتبررنا بالايمان. فعلا احنا قلنا فلنا سلام مع الله. فعلا. ففي سلام بيجي ان احنا في المسيح لينا شفاء، ولكن بره يبرئ ايضا. أيوة. كل ايه، كل امراض وراثيه، كل لعنات وراثيه. لو انت النهارده بتسمع وبتقول اصلا اسرتي، انت مش عارف انا والدتي او والدي او جدتي او كده كانوا بيعملوا شعوذه وسحر وعرافه واشياء كده، وانا عليا لعنه. وفي ناس كتير قوي بتعيش، بيجي لنا ايميلز كتير قوي، مسجات، ناس بتقول انا لا يمكن تنكسر، انا دايما انا احط ايدي في اي بيزنس يفشل، انا احط ايدي في اي دراسه ما كملهاش، انا اي شيء موارد في ايدي او اي فلوس او اي شيء دايما بيضيع. ولكن عايز اقول لك، انت لو النهارده احتميت تحت ملك الملك السمائي المعزي، هو حاضر معنا اليوم، هو الرب الروح القدس، هو الذي ياتي النهارده ويضعك تحت ايه، خوافيه النهارده، ان هو في ظله تستريح تبيت، ان النهارده هو بيغطيك بمجده، وبيكون كل لعنه متوارثه مكسوره تحت دم المسيح. والحقيقه مينا هي عنوان الحلقه النهارده، ان انا برفض الحاجات اللي انت تورثتها. أيوة. انا برفض فكر العالم. يعني يمكن كتير جدا بيقول لا انا مش عايز ارفض اللي ربنا مديهوني. انت مش بترفض اللي ربنا مديهولك، لان كل حاجه ربنا، الهنا اله صالح. والمسيح قال كده ان ما ينفعش ان الاب السماوي الصالح ده يديكم، قال لهم كده وانتم ايه، بعد خطاه. بعد خطاه، يعني انتوا وانتوا يعني عاديين خالص، عارفين ازاي تدوا اولادكم عطايا جيده. فكان بالحري الاب السماوي بيعطي عطايا جيده، فالاب السماوي ما بيديش الا عطايا جيده، كل عطيه صالحه. كل عطيه صالحه، كل جايه من فين؟ جايه من فوق، من عند اب الانوار. طيب يمينه معادله بسيطه، لما كل عطيه جيده جايه من عنده، طب العطايا الوحشه جايه منين؟ او الحاجات اللي هي أيوه. دي جايه منين؟ جايه من ملك تاني اسمه سلطان
سلطان الهوى او ملك العالم. فالنهارده انا بكل بساطه بقول له لا انا رافضك ورافضه فكرك ورافضه ان انت تمس جسدي. البنت دي كانت ماتت من زمان. النهارده بتخدم وبترنم، مامتها النهارده ليها شهاده بيتفرج عليها ملايين الناس. والنهارده هو ده، تعالى في بدايه الحلقه زي ما انت زي ما انت قول له يا رب النهارده انا مش بس جاي اطلب شفاء، شفاء ده جزء من المقدم على عود الصليب. انا جاي النهارده اتمتع بك، انا جاي اتلذذ بملكك، انا جاي افهم النهارده انك صالح والى الابد رحمتك ومحبتك ابديه. أيوه. ما بتتغيرش. وبنشوف ده يا مينا من بدايه سفر التكوين، ان حتى لما ادم رفض ملك الله، الله ما رفضش آدم فعلا. حتى بعد كده يعني لما شعب الله رفضوا الملك بعد كده، لما جم قالوا لموسى رجعنا أرض مصر، ده مصر كان فيها لبن وعسل وكنا فرحانين قوي في مصر، هم رفضوا ملكه، هو ما رفضش ملكهم. ونيجي نشوف الكلام ده حتى في سفر صمويل، هم رفضوا ملكه وقالوا عايزين ملك، هو ما رفضهم، عمره ما رفضنا كشعبه كباقي الشعوب. عارف يا مينا التدين وصلنا لمرحلة ان احنا بقينا بنتكلم ان ربنا ده عنده انفصام في شخصيته. أيوة. ان ربنا ده جاله سكيزوفرينيا، يعني ربنا في يوم بيبقى حلو ويوم تاني بيبقى وحش ناقم. النهاردة الله لا يتغير، احنا بنتغير. الله لا يتغير، إله الأمانة من بداية سفر التكوين لغاية النهاردة اللي ما رفضش شعبه رغم كل وإلى الأبد. إلى مش الأبد. بس النهاردة إحنا مش قادرين نثبت ده، هو هو أمس واليوم وإلى الأبد فعلا. هو الذي كان والكائن والذي يأتي، هو النهاردة اللي معاك، وهو النهاردة اللي عايز يشفيك، وهو النهاردة اللي عايز يحررك. يا اللي بتسمعني النهاردة ومدمن وبتقول إن أنا لا يمكن الإدمان، سواء بتتعاطى أشياء، سواء مدمن جنس، سواء مدمن أشياء، النهاردة بتقول أنا لا يمكن النهاردة يحصل لي تحرير. عايز أتنبأ عليك النهاردة وأقول لك نعم، في المسيح يسوع ينكسر من عليك كل ربط إبليس تسقط الآن. معنا اتصالات كتير عايزين ناخدها قبل ما نبتدي الحلقة بتاعتنا. أستاذن يا بون معلش إن احنا ناخد بعض الاتصالات. كنترول روم بيقولوا انهم بقالهم فترة منتظرين. معانا اخونا مجدي من مصر على الفايبر. اخويا مجدي معاك مينا. الو. ايوه اخي مينا. ايوه اتفضل، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ نشكر ربنا. الله يحفظك. اتفضل اخويا انت على الهوا. انت على الهوا معايا، اتفضل. ايوه سامعك، انا سامعك. تفضل لو ليك تلبى تفضل. انا عندي تعب في العمود الفقري. ايوه. فعايزك تصلي لاجلي. امين اخويا، هنصلي من اجلك. الرب الشافي وحده يلمسك النهارده ويكون لمسه شافيه لمجد اسمه. بشكرك اخويا مجدي من مصر بيتصل على الفايبر. معنا اختنا سلوى من مصر. الو. اخت سلوى معاكي مين على الهوا، اتفضلي. اخت سلوى يا ريت تكلمينا من التليفون وتوطي صوت التلفزيون. عفوا. معانا اختنا سميرة من مصر. الو. اخت سميرة معاكي مين على الهوا؟ طيب معانا اخونا هاني من فرنسا. اخويا هاني معاك مين على الهوا، اتفضل. الو. ايوه اخويا هاني اتفضل. الو. مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك اخويا اتفضل. انا كنت اتصلت اليوم الاربعاء الماضي عشان كنت بحكي على اختبار وكنت بحكي على الفايبر. ايوه. وبعد ما اتصلت وحكيت اختباري كان عندي مشكله في دراعي الشمال، وكان عندي اوتار مقطوعه وبحس بالم، ودوت انا ما اتكلمتش فيه. ويعني كنت بروح لاكبر دكاتره في فرنسا وقالوا لي مش ما فيش عمليات صعبه، لو عملنا لك عمليه الاوتار مش هترجع. ايوه. والاوتار مقطوعه داخله من جوه، ولكن يعني هتمشي على العلاج الطبيعي ان احنا نحاول نخفف الالم. فبعد ما حصل الاتصال يوم الاربعاء وكلمت على الاختبار اللي حصل لي في الصيف الماضي وكنت في المستشفى، طلبت من اختي المباركه من قناه الكارما
اللي هي تصلي معايا او البرنامج يصليني، فهي طلبت اللي هي تصليني مع صلاه الوقت المباركه اللي كانت معايا على التليفون، وصلاه طلبت من ربنا ان يسوع مخلصنا من 200 امتار من السماء. وفعلا وانا بصلي لقيت دراعي بيتحرك، بجيبه ورا ظهري وبرفعه فوق دماغي وما حسيتش بألم. ولحد دلوقتي انا بشكر ربنا ان مفيش اي حاجه، ولكن انا ماشي على العلاج وانا مستني ميعاد الدكتور الخاص اللي انا اروحه اقول له ان انا دراعي خف، وده كانت معجزه من يسوع. نشكر ربنا لان هو حي وبيتلامس مع شعبه، وكل واحد النهارده بيشهد ليه. والجميل اخويا هاني انك اتصلت تشهد عن عمل المسيح. انا فاكر وقلت ان من سنه او اكتر حصل لك معجزه، وشوف ربنا بتاعنا ده جميل جدا، انه في مرض تاني او في ازمه تانيه او في تحدي تاني ويتصلى معاك، والهنا يخلق أوتار جديدة ويعمل معجزات جديدة ويستمر في صنع الخير ويستمر في الشفاء. بشكرك جدا من أجل اتصالك وتشجيعك لناس كتيرة جدا بتسمعنا النهاردة ودلوقتي. أنا بشكر أسرة البرنامج وربنا يبارككم، وأطلب صلواتكم لكل الناس اللي تقرب اللي ربنا يفتح لهم قلبهم وناس عبدون المسيح، وصلاة خاصة لأختي عايدة بطرس وماجد بطرس اللي الله يفتح لهم البيتان ويقف معاهم في الطريق بتاعهم. أمين. بشكرك أخويا هاني بيتصل من فرنسا وبيشهد عن عمل الرب. بشكرك أخويا هاني. أمين. أختنا سلوى رجعت تاني، أو أختنا سميرة على الفايبر. هنحاول ندخل المكالمات، ولكن عايزين نبتدي النهاردة في موضوعنا إن إزاي تدهور الإنسان أو حالة الإنسان وبعده عن الملك السماوي واختياره أن يكون ملك أرضي زي باقي الشعوب، فشعب الله إزاي بعده عن كده. وبعد كده جت فترة القضاء دي، وكان القضاء يقضون يحل عليهم روح الرب ويقضون للشعب، ولكن الشعب تمرد على ده كمان. يعني آخر قاضي ونبي كان مين؟ صموئيل. ولكن في الفترة دي جم الشعب قالوا صموئيل إيه؟ إحنا مش عايزين نبقى لوحدنا. ليه؟ لأنه الإنسان مش شايف ملك الملك السماوي على حياته، فعايز يبقى زي إيه؟ زي الشعوب اللي جنبه. على فكرة الكلام ده مش بس روحي كده، إن إحنا بنقول قصص من العهد القديم، ده بيحصل معنا النهاردة. أي مشكلة وتحدي النهاردة أنت بتاخدها، وبدل ما تقدمها للملك السماوي وحده بتقول لأ أنا أعرف الحل للمشكلة دي، ولا أنا بالمواهب اللي عندي أو بالموارد اللي عندي أنا هعرف أحلها. عايز أقولك إنك بتاخد بدل ما بتديله هو الأولوية والملك والسيادة على الحياة بتاعتك بالكامل، بتيجي تقول لا الجزء ده أنا اللي هبقى الملك عليه وأبعد عن الملك الحقيقي، وبدل ملكوت الله ما يأتي علي بكامل مشيئته وبكامل إرادته وبكامل سلطانه، لا باخد ركن منه بس. أمين. عارف يا مينا، يعني ربنا مدي كل واحد فينا نوع عينين، في عين جسدانية وعين روحية. ودايما الرسول بولس كان يصلي كده، يقول لهم لما تيجوا تصلوا بيقول انا بصلي عشان العيون الروحيه دي تنفتح. امين. فانا العين الجسديه بتشوف العالم، بتشوف الدنيا، بتشوف الطريقه اللي الناس ماشيه بيها، وببتدي ان انا افكر ان هو ده الصح. الشعب ده عمل كده، رغم ان ربنا عالهم سنين طويله وعالهم في البريه. يعني احنا لما نيجي نشوف بريه يعني مكان لا فيه مستشفيات ولا فيه ادويه ولا فيه دكاتره، وان احنا دايما نقول احنا مش ضد الكلام ده، لكن بريه يعني قحط، بريه يعني ما فيش ولا حاجه. لكن ربنا عالهم في ارض مصر. لكن رغم كل ده جم بعد كده لما طلعوا شافوا يمينا الممالك التانيه. أيوه. وجم قالوا شكلهم حلو، الملك شكله حلو، احنا عايزين ده. شافوا قال مدام ده ملك يبقى ده بيحمي شعبه، احنا عايزين الشكل ده. ونسيوا لان العين الروحيه ما كانتش يعني منفتحه. والنهارده صلي معايا قول له كده يا رب، النهارده انا بصلي قول له انك انت يا رب تفتح عيني الروحيه، علشان يا رب انا انسان روحي. لما احنا اتولدنا في المسيح يسوع روحه اتحدت بروحنا، علشان نقول ان احنا بقينا روحانيين مش جسدانيين، لينا جسد. لكن انا مش انسان جسدي، انا انسانه روحانيه، وانا لازم اعلن ده. الايه اللي احنا عايزين ناخدها صموئيل الاول
تحول وعدد 8 من عدد 4 لعدد 8. الأصحاح الثامن. الأصحاح الثامن ومن عدد 4 يقول كده: فاجتمع كل شيوخ إسرائيل وجاءوا إلى صموئيل إلى الرامة وقالوا له: هوذا أنت قد شخت وابناك لم يسير في طريقك، فالآن اجعل لنا ملكا يقضي لنا كسائر الشعوب. فساء الأمر في عيني صموئيل إذ قالوا: أعطنا ملكا يقضي لنا. وصلى صموئيل إلى الرب، فقال الرب لصموئيل: اسمع لصوت الشعب في كل ما يقولون لك، لأنهم لم يرفضوك أنت بل إياي رفضوا حتى لا أملك عليهم. فواضح جدا يعني صوت يمين الحزن في صوت ربنا. أيوة. ودايما يقول كده حتى المسيح في العهد الجديد لما ابتدى يعلم مثلا عن المال، فتكلم ان المال ده رب، ده سيد. أيوة. وقال لهم ما ينفعش يعني ما ينفعش ان احنا نعبد سيدين. فانا عايز اقول النهاردة ان ربنا مش هيجي يعني يقف ضد مملكة العالم ويحاول ان هو يقولك لا عايز انا اللي املك. لا، دايما بنقول يمين ان الروح القدس جنتل قوي، يعني رقيق جدا. ربنا النهاردة بيقدم اللي عنده، بيقولك ان انا لما باجي بملك على حياتك، باجي بفكري، باجي بشفايا، وباجي بتحريري. لما العالم بيملك على حياتك في موت، لانك انت بتنظر لباقي الشعوب. فربنا النهاردة مش هيخش في يعني في تنافس ما بين المملكتين. انا النهاردة ليا كامل ارادتي ان انا النهاردة اقول يا رب انا برفض فكر العالم، انا برفض طريقة العالم، وانا النهاردة باجي بقبلك انت. يعني انا مين اللي بختار الملك السماوي؟ انا بختار ان الملك ده يملك على حياتي. في الوقت ده الشعب ده طلبوا ملك. الامر بالنسبة يعني لينا احنا النهاردة، يعني ممكن نقول طب وايه المشكلة؟ أيوه. ما كل بلد ليها ملك، او كل بلد ليها رئيس، هما ما اجرموش يعني. لكن لما انا افهم النهاردة اني لا، هما اجرموا، لان من ساعة ما طلعوا من ارض مصر هما كان ليهم ملك سماوي، كان بيأكلهم وكان بيشربهم، اديهم مية من الصخرة، اديهم لحمة لما طلبوا، لا اديهم المن لما طلبوا المن. ما حدش فيهم مرض، ما فيش واحد جزمته حتى دابت. فازاي انتوا النهاردة علشان شفتوا ملك جيتوا رفضتوا؟ والنهاردة مين احنا؟ بكل بساطة بنعمل كده، بنشوف طرق العالم وفكر العالم. انا اعرف ناس كتيرة جدا لما بيتواجهوا بمرض اساسا ما بيصلوش للشفاء، هم بيجروا على طريق العالم، بيجروا على الاطباء، وده حلو، وبيجروا على الدكاتره، وبيجروا على، وده حلو قوي. لكن في نفس الوقت ما بجيش ابدا اركع واقول له تعالى يا رب اشفيني. ده انا اعرف ناس بيطلبوا المرض. لا دي حاجه ثانيه. يعني بيسموه مرض المرض. انا مش قصدي على الفاظ معينه، ولكن انا بقول ان الحاله بتاعتنا بتتدهور لدرجه جداً. ان احنا ما بنعرفش مين اللي لينا ومين اللي علينا فعلا، وماشيين بالفولكلور اللي هو اللي موجود، او الطابع اللي موجود، او الاشياء اللي احنا بنقول ما هو الدنيا كلها ماشيه كده، ما فلان ولا فلانه صلت من اجل مرض ولا. انا عايز اقول لك الهنا غير كده تماما. الهنا بيجي يقف في الهزيع الرابع ويقول للبحر، بيجي بيقول لكل موج، بيجي يقول لكل تعدي، بيجي يقول لكل سلطان ضدك النهاردة انه يبكم يسكت. ان النهاردة احنا بنشوف الحالة الرديئة اللي كان شعب الله فيها. يمكن اولاد علي كاهن يقول في اول سفر صموئيل كده صح التاني يقول: اما اولاد علي كاهن دول فلم يعرفوا الرب. يعني كهنوت كان للأسف أولاد الكاهن لم يعرفوا الرب. طب وأولاد صموئيل النبي يقول كده أن أولاد، إحنا قرينا في صموئيل الأول الإصحاح الثامن ويقول: وقال له أنت شخت وابنك لم يسير في طريقك. يعني كهنوت والنبوة كانوا للأسف إيه؟ كانوا للأسف فاسدين. فلما يكون الكهنوت والنبوة فاسدين يحصل إيه؟ يبقى الشعب عايز ملك إيه؟ سماوي ولا أرضي؟ عشان كده بولس الرسول يقول في رسالته لكنيسة أفسس في الإصحاح الثاني يقول: أما نحن فمبنيين على أساس الرسل والأنبياء وحجر الزاوية هو مين؟ نفسه يسوع نفسه. يعني طول ما أنا حياتي ما فيش نبوة حية، ما فيش كلام حياة، ما فيش التصاق بكلمة الله، فما فيش كلام الله الذي ينبئ، ما
مفيش الروح القدس اللي بينبئ جوايا بنبوات جديدة، إعلانات جديدة، عشرة ربنا بتبتدي تبقى ضعيفة جدا أو روتينية جدا. يا ترى أنت النهاردة خادم أو راعي بتقول أنا في روتين، أنا أعرف ناس كتيرة جدا حتى خدام يقول أنا في روتين، بطلع من روتين لروتين، أعمل ده أخش في ده، والسنة دي ورا السنة دي ومش شايف أي ثمر. عايز أقول لك تشجع النهاردة إنك تنفتح على الروح القدس، هو الذي ينبئ في قلبك ويتنبأ عليك أيضا. هو الذي النهاردة، مش يوحنا الرسول كتب إنه جعلنا ملوك وكهنة لله أبيه؟ أنا مش بتكلم على الكاهن الراعي في مؤسسات معينة أو طوائف معينة أو عائلات مسيحية، أنا بتكلم كمؤمنين. أنت دعوتك إن قال لهم كده، قلنا اتكلمنا الكلام ده كتير جدا في خروج 19 وآيات 5 و6، إن قصد ربنا قبل ما يختار سبت لاوي الكهنوتي إن شعب الرب كله يكونوا أمة مقدسة وكهنوت ملوكي. وبطرس الرسول يرجع يقول الكلام ده تاني. فالنهاردة الكلام ده روحي جدا، الكاهن هو الذي يقرب لله ذبائح روحية. يا ترى آخر مرة قربت ذبائح روحية زي من السيد المسيح لو كل المجد كلم السامرية وقال لها في يوحنا 5، قال لها إن الله روح واللي يعبدوا الرب يعبدوا بإيه؟ بالروح والحق. اللي يعبدوا الله يعبدوا بالروح والحق. فالنهاردة أنت مدعو تكون كاهن، النهاردة أنت مدعو إنك تكون نبي، النهاردة أنت مدعو إنك تكون ملك أيضا. ملكوت السماوات ده تبع واحد اسمه ملك ملوك. عارف ملك ملوك؟ عارف الملوك دول مين؟ ده هو أنت وأنا. مش ملوك أرضيين، قلنا ملكوت السماوات لما هنيجي نشرحه في منسوب العهد الجديد وفكر العهد الجديد، إن ملكوت الله عكس ملك العالم تماما. ملك العالم معاك فلوس، معاك عظمة، معاك اسم، معاك كذا. ملكوت الله ده اللي قلنا إيه؟ للي هم poor in the spirit، اللي هو المنسحق في الروح، اللي هو المسكين في الروح، بيقول التعبير بالعربي طوبى المساكين بالروح. الملك السماوي بيجي ازاي؟ لما الملك السماوي دخل أورشليم دخل على ايه؟ على جحش. هو ده ملكك يأتيك راكبا على جحش، ده نبوت زكريا النبي، واتقال عن السيد المسيح لما دخل يملك، والناس فاكرين اخيرا جالنا الملك الارضي. عايز اقول لك هو قال مملكتي ليست من هذا العالم. ما نفهمش غلط، الكنيسه حتى قبل ما تولد بالروح القدس في اول سفر الاعمال قالوا له يا رب متى ترد الملك لاسرائيل؟ يا رب امتى هترد الملك لينا وتحررنا من الرومان؟ عايز اقول لك النهارده انت بتعاني من ايه؟ هل النهارده في تحديات قدامك ما وضعتهاش في يد الملك وحده؟ هو ملك ملوك الأرض. هو المزمور الثاني بيقول عليه ده الملك بتاعنا ده يضحك بملوك الأرض كلها، يضحك بهم. الرب يضحك من سماء على إيه؟ على كل ملوك الأرض، على كل سلاطين، على كل عروش، على كل اسم يسمى ليس في هذا الدار ولكن في الآتي أيضا. هو الفكرة مينا المملكة أو فكر الملك، المسيح جه كملك أكتر من أي حاجة تانية، لكن فكر الملك بكل بساطة النهاردة أني أنا لو أنا مواطنة سماوية فقلب الملك وفكر الملك وأهداف الملك أنا لازم أطيحها بكل بساطة. ودي مين هنشوف المصيبة اللي أول ملك شاول حتى ما قدرش يعملها، هنشوف إزاي ما قدرش يطيع ملك الملك السماوي. فأنا النهاردة باجي بقول يا رب أنا النهاردة مصدقة الكلام ده، فأنا بتنقل نقلة روحية جديدة. ممكن المسيح بالنسبة لي يكون مخلصي الشخصي، ودايما نقول كده مخلص شخصي، لكن فرق ما بين أن أنا يكون مخلص شخصي وفرق ما بين أنقله لمرتبة ملك. أيوة. ملك يملك. يعني أنت بتملك على فكري. يعني إيه؟ يعني اللي أنت بتقوله بيمشي. يعني الملك جماله في كده. وإحنا اتكلمنا مين على فكرة أن لما ملوك الأرض كانوا فاسدين فإيه اللي حصل؟ شلنا الملوك دول وجبنا ديمقراطية، وقلنا إحنا بقى إيه؟ يعني الديمقراطية بكل بساطة أن رأي الأغلبية هو اللي يكسب. وطبعا دي ليها
يعني مميزات وليها عيوب، لان لو راي الاغلبيه طبعا راي سيء هنلاقي ان هو ده الراي اللي هيكسب. لكن ليه احنا بنرجع للملكيه؟ الملكيه اعظم نظام للحكم لما يبقى الملك ملك عادل، لما يبقى الملك ملك محب، لما يبقى الملك ملك شافي. فايه اللي بيحصل؟ بيأسس مملكته، فملك الشفاء بتاعه بيمتد للمواطنين اللي عنده. ده اللي ربنا النهارده كان عايز يعمله. هم رفضوا الملك. لما جم رفضوا الملك بكل بساطه، فصموئيل اتكلم لربنا، قال له انا مش مصدق اللي هم طلبوه. فربنا قال له بص، هم ما رفضوكش انت، هم رفضوني انا. بس انا عايز اقول لك حاجه، روح قول لهم كده بكل بساطه ان انتوا هتختاروا ملك، بس الملك ده هيشغلكوا لحسابه. وهو دايما اللي ابليس بيعمله، بيشغل الناس لحسابه. يعني ايه؟ هو جاي علشان يقتل ويذبح ويهلك. هي دي خطته، هي دي طريقه ملكه. فبيعمل ايه؟ بيشغلني انا خاتم في صباعه. فانا الاقي نفسي بقول ان انا بنت الملك، والاقي نفسي ان انا بقول ان انا مسيحيه، واقول الكلام اللي انا حافظاه. وفي نفس الوقت الاقي نفسي بصلي عشان مرض يجي لي عشان اموت. فانا بعمل ايه؟ انا شغاله، انا بقول ان انا بتبع ملك، لكن انا شغاله لحساب ملك تاني خالص. والحته اللي انت قلتها مين، ان كتير يقول ايه؟ ما فلان الفلاني قديس وفلان الفلاني طلب مرض ومات بيه. انا النهارده بكل بساطه عشان يعني نبسط الموضوع، انا النهارده مش تلميذه فلان الفلاني مهما كان قداسته. انا تلميذه لواحد بس اسمه يسوع الملك. انا النهارده تلميذه يسوع الملك. اللي يسوع الملك قاله واسسه وفكر فيه وعمله، انا النهارده جايه بطيعه، بستأثر كل فكر لاطاعه الملك دوت. انا النهارده مش باجي اقول فلان الفلاني عظيم، ربنا يباركه، حلو جدا، انا مش ضد فلان الفلاني، لكن انا النهارده مش بشتغل لايه؟ انا مش بقول النهارده ان انا بنت الملك واجي النهارده بكل بساطه اشتغل لحساب ملك تاني. صموئيل قال لهم كده مينا، قال لهم ده الملك ده هيوريكم. ده هياخد فلوسكم وهياخد احسن شبابكم فعلا، وهياخد بناتكم غسلات وطبخات وخدمات. وبعد كل ده جايين يقولوا له بس انت عارف عايزينه برضو يملك علينا. وده مينا اللي احنا بنعمله النهارده. بنيجي النهارده نقول يا جماعه ملك السماء بيشفي، ملك الارض بيقتل، بس انا عايزه ملك الارض، انا عايزه اللي انا بشوفه، انا عايزه ده. ما تدينيش حاجه بالايمان، أصلاً ما تعلقنيش. ناس كتير بتقول ما تدوش للناس امل زائف انه يعيش بامل ان الرب الشافي ويموت له حد غالي عليه فيعثر من ربنا فيمشي. بالظبط بالظبط. فانا بقول طيب لو انا مش هدي، انا مش بدي الامل، ده كلام الله اللي بيدي امل. ده رجاءنا لا يخزى ولا يخزينا في نفس الوقت. يعني اذا كان الرجاء ده، لان محبه الله انسكبت بالروح القدس المعطى لنا، انسكبت في قلوبنا. فانا النهارده لو روح الله بيديني الامل ده والرجاء ده، والكتاب بيقول لي ان الرجاء بتاعنا ده اعظم شيء يثبت الرجاء والايمان والمحبه، بيقول يعني ده من اعظم اعمده الايمان، ان النهارده حتى لو بمر بمرض لا يمكن شفائه بالنسبه للطب، عايز اقول لك ولكن لا يعثر على الرب شيء. النهارده هو القادر على كل شيء. النهارده زي ما ابون بتقول، احنا بنتكلم من صموئيل الاول والاصحاح الثامن، ازاي النبي صموئيل كانوا اولاده لم يسيرا في معرفه الرب، واولاد علي الكاهن لم يعرف الرب. يا ترى انت عرفت النهارده ولا عرفت عنه؟ يا ترى النهارده انت بتقول يا رب انا كده مشتت، انا بعيد عنك، انا رب خنت العهد، انا رب ملياش، ما استحق الشفاء. عايز اقول لك مين فينا يستحق الشفاء؟ مين فينا يستحق نعمه المسيح المغيره؟ مين فينا النهارده يستحق عمل المسيح شخصيا؟ هو ده عمله، انا ما اقدرش اقبله وما ملكوش على حياتي. احنا بنقول ان احنا بنقبل المسيح ونملكه على حياتنا. يعني ايه؟ يعني الذين اعتمدتم في المسيح قد لبستم المسيح. يمكن اخذ تعبيرات طقسيه شويه للبعض عشان نوصل الفكره اكتر، يمكن الناس بتخاف تقول ملك المسيح ده مش تعبيراتنا، احنا ما بنعرفش الكلام ده. عايز اقول لك انت اعتمدت على اسم المسيح، هل لبست الحله البيضاء؟ هل النهارده انت بدمه
او بتتناول من جسد ودم الرب، هل متحد بيه النهارده؟ فاتحادك ده حتى لو كانت حاجه عينيه وانت بتؤمن بده بس، عايز اقول لك فاؤمن ان في دم المسيح وجسد المسيح هو اللي اتكسر عشان يجمعك، هو اللي انشق على الصليب عشان يلمك جواه، عشان ياخدك جواه الى حضن الاب، عشان ياخدك ويشفيك. النهارده استرداد لكل مسلوب في اسم المسيح. معانا اتصال من اختنا مريم من فرنسا على الفايبر. الو اخت مريم، معاكي مين على الهوا؟ يا ريت تكلمينا من التليفون وتوطي صوت التلفزيون. اخت مريم معاكي مين؟ اتفضلي. طيب هنرجع ناخد المكالمه تاني. اخت مريم يمكن يكون الفايبر الخط ضعيف. ايوه معانا مريم. الو اخت مريم اتفضلي، معاكي مين على الهوا؟ الو ايوه اتفضلي. ايوه اهلا بيكي اخت مريم، معاكي مين على الهوا؟ سلام المسيح معك. سلام المسيح معاكي اختي، اتفضلي. ربي يباركك ويبارككم. بطلب صلاه لاجل تحرير جورج. ايوه تحرير سليم من البنات. لا معلش تاني عشان مش واضح. وتحرير ادمان تحرير بيتنا كله. تحرير البيت شفاء وشحن يعقوب واريج يعقوب وميلاد. امين. هنرجع المكالمه دي تاني الكنترول روم، ناخد الطلبه بتاعت يعقوب وميلاد. وبشجعك انك استمري في الصلاه تحرير البيت ومن اجل تحرير ابنك جورج من الادمان ومن اجل تحرير البيت كله. النهارده عايزك واحنا بالايمان بنصلي قول يا رب انا برش دم المسيح بالايمان النهارده على البيت يطهر. اذا كان في عهد قديم كان يجي الكاهن ويرش الدم على كل ما يستخدم في العباده عشان يطهر. النهارده احنا المرشوشين لان الهنا لا يسكن في هياكل مصنوعه بايادي ولكن يسكن يصنع هيكله داخلنا وملكوته داخلنا ويسكن ويفيض بروح القدوس ويستخدم كل واحد النهارده جعان وعطشان لمجد اسمه. امين يا ابونا. احنا كنا بنقول قبل المكالمه على طول ان ازاي الانسان لما فكره بيبتدي يبعد عن الملك السماوي اللي هو حاضر معنا، اللي هو كنز الصالحات، اللي هو معطي الحياه. يمكن التعبير دي انا بستخدمها لان انا واخد عليها، ولكن يمكن اقول له تفضل حل فيا وطهرني، ولا اقول بس تفضل حل فيا وطهرني. في حاجه بتحصل لما اصلي بايمان، لما اصلي بتوقع واقول له يا رب تفضل ايها الروح السماوي الملك السماوي المعزي حل الان طهر يا رب، لان هو اللي بيطهر، هو اللي بيستخدم، هو اللي بيجعل اواني للكرامه ويضع فيها من روح القدوس. ولكن الملك الارضي واضح جدا انه هياخد الناس دي ويستعبدها. عشان كده انت كنت بتقولي ان كل ملكيه انتهت بايه؟ يعني احنا رجعنا 50-60 سنه ورا او 100 سنه كان معظم الارض كلها في ملوك. حصل انقلاب على حكم الملكيه لان ملوك الارض ملوك فاسدين. لكن الحاجه الجميله جدا يا مينا كلمه احنا يعني ذكرناها قبل كده في حلقه كلمه انجيل يسوع المسيح. أيوة. يعني لما مرقس بيقول ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وامنوا بالانجيل. أيوة. دايما لما كان اي ملك بيجي يملك على بلد كان بيمشي قدامه مرسلين وكانوا بيمشوا ببوق وكانوا بيقولوا انجيل يا جماعه يعني معناها الاخبار الساره، يعني يا جماعه في اخبار ساره للملك اللي هيجي يملك عليكم. فمرقس يمينة بيستخدم نفس الكلمة، يعني يا جماعة ملك الملوك اللي هو يسوع المسيح اللي جاي ده جاي. وفي الأصحاح الأولاني بنشوف حاجة حلوة جدا ان ينتهي أول يعني مرقس واحد مرقس داخل في الغويط على طول، يعني بالنسبة حتى للناس هو الإنجيل المختصر فعلا. أيوة. اللي بيقولوا ان احنا بشرنا ماري مرقس واحنا يعني هو ده كاروز الديار المصرية حلوة قوي. مرقس أكتر واحد كان سخن جدا في الملك، يعني قال لهم ايه؟ مرقس واحد
مات، دخل المجمع انطهر الروح النجس، طلع الروح النجس. طبعا ده مش بيحصل في المجمع، المجمع مكان ما بيحصلش فيه حاجة، كل أسبوع بيقروا نفس القراءات وبيطلعوا. لكن لما قوة الروح القدس دخل مع يسوع، يسوع امتلأ بالروح القدس، إيه اللي حصل؟ في تفاعل دخل، إبليس ما قدرش. طلع بعد كده انطهر مين؟ انطهر حماة الحمى اللي كانت على حماة سمعان. شوية تاني، ده كل ده في مرقس واحد، انطهر العاصفة. عمل ايه الملك ده؟ الملك ده جاي عمال يقلب حكم الملك الاولاني. ما هو ده ملك جه يقلب حكم الملك اللي قبله، فعمل ايه؟ عمال يرتب المملكة. والكتاب بيقول ان لما صار المساء، الملك السماوي ده قعد يشفي كل من تسلط عليه إبليس. فهو ده الملك النهاردة اللي احنا بنتكلم عنه. لكن في العهد القديم لما جه صمويل يتكلم ليهم ويقول لهم ان الملك ده يعني هيضركم، برضو صمموا ان هم يعني ياخدوا الملك ده. ففي صمويل برضو الاول والاصحاح الثامن عدد 18 يقول كده، يقول لهم صمويل فتصرخون في ذلك اليوم من وجه ملككم الذي اخترتموه لأنفسكم. أيوة. فلا يستجيب لكم الرب في ذلك اليوم، فأبى الشعب أن يسمعوا لصوت صموئيل، وقالوا لا بل يكون علينا ملك فنكون نحن أيضا مثل سائر الشعوب، ويقضي لنا ملكنا ويخرج أمامنا ويحارب حروبنا. فسمع صموئيل كل كلام الشعب وتكلم به في أذني الرب. جميل قوي جدا صموئيل لما يقول انك بيتكلم في أذني الرب، يعني عشان واحد يتكلم في ودان حد تاني، ده معنى كده انه قريب منه قوي، يعني بيتكلم في ودانه، يعني لازم يكون قاعد جنبه. لكن مرة واثنين وتلاتة يقول لهم بلاش. بلاش يعني ايه معنى ده يا مينا؟ معنى ده ان احنا الغريزة الانسانية اللي فينا دايما بتميل ودايما عايزة طريق الترابي، العالم الأرضي، الترابي الأرضي اللي واضح اللي قدامنا، اللي ايه اللي باقي الشعوب. يا جماعة انتوا ملوك وكهنة، يا جماعة انتوا أمة مقدسة. ده موسى قال له ان لم يسر وجهك امامنا، انت ان لم تميزنا عن باقي الشعوب مش لا نذهب لا نرحل، مش همشي. ان لم يسر وجهك امامنا يعني ايه؟ يعني لو حضورك مش قدامنا مش هو ده اللي هيميزنا عن الشعوب السبعة اللي احنا داخلين ارض الموعد نمتلكها. لو احنا مش هنميز عن الشعوب دي، انا يا رب مش واخد شعبك في اي حتة. عايز اقول لك النهاردة ان لو انت بتقول له يا رب انا عايز ابقى مثل باقي الشعوب، يبقى ده عكس الايمان المسيحي وعكس يعني قلب الله ليك النهاردة. ربنا عايز يميزك جدا، ربنا عايز ابطال النهاردة تنهض. احنا يمكن نطلع فاصل هنصلي. عايز اقول لك صلي النهاردة ان ملك الاب السماوي، ملك الروح القدس، نعمة الابن الوحيد النهاردة تكون انت منغمس فيها، تكون مغروس فيها. ان النهاردة الشفاء بيجي من العلاقة. احنا اتكلمنا حلقات كتير جدا ان العلاقة بينتج عنها شفاء، شفاء نفسي. ناس كتيرة جدا يعني منحصرة في نفسيتها، نفسيتها مزلولة، نفسيتها يائسة، جربت حاجات كتير قوي في الحياة. ايوة وانت بتسمعيني جربتي ورحتي وجيتي وبتقولي انا جربت حاجات كتير ولكن حياتي دلوقتي الى يأس، وانت بتسمعني بتقول انا هاني حياتي. عايز اقولك ربنا ما خلقكش هنا على الارض عشان لدمار او ان انت تيأس من الحياة او ان انت تموت نفسك، ده بالعكس. هو صورك في البطن وعرفك باسمك ودعاك باسمك وقدسك، وعايزك النهاردة تكون صوته المسموع، وتكون انت في جسد المسيح بتنمو وعامل ومثمر في كل عمل صالح. تعالوا النهاردة واحنا طالعين الفصل ده قول له يا رب انا مش عايز ان انا بس سلمت لك حياتي وان انا عارف ان انا مسيحي، ولكن انا عايزك تملك عليا. ابقوا معنا.
رافعة إليك كل سلطان في السماء وعلى الأرض لتفعل ما تشاء. دافع إليك كل سلطان في السماء وعلى الأرض لتفعل ما تشاء. وهذه الآيات تتبع المؤمنين وباسمك العظيم يخرجون الشياطين بقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح. وبألسنة جديدة لك يسبح ولا الحياة تؤذيهم ولا يضر. وبألسنة جديدة لك يسبح ولا الحياة تؤذيهم ولا يضر من السموم ولا من قوات الشياطين. والأيدي يضعون على المرضى فيبرؤون بقوة الروح القدس مجد المسيح. والكنيسة دفع الرب كل سلطان أن تطأ بأقدامها قوى الشيطان. والكنيسة دفع الرب كل سلطان أن تطأ بأقدامها قوى الشيطان. فقد قال يسوع سأرسل لكم من العلاء موعد الآب لكم وبقوة الروح القدس يقدم الإنجيل. والآب يعلن عظمة قدراته الفائقة من نحو من آمنوا بابنه. فالآب يعلن عظمة قدراته الفائقة من نحو من آمنوا بابنه حسب العمل الذي أقام به المسيح من الأموات بجبروته وأجلسه في عرشه في يمين العزات. فوق كل رياسة وسلطان وقوة ورياسة وكل فوق كل رياسة وسلطان وقوة وسيادة وكل اسم يسمى ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل. يسوع هو العلي وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح. لنغني حمدا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح. لنغني حمدا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح. ويظهر بنا ما يعرف به ويمجد ابنه يسوع المسيح. وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح. وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح. وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح. رجعنا تاني أحبائنا في كل مكان ومتابعين معاكم برنامجكم إشفيني عبر بث مباشر من شاشات الكارما في سيدني أستراليا. النهاردة بنتكلم عن الفرق الواضح جدا بين لما يكون الملك السماوي هو اللي مالك على حياتي وإيه اللي بيحصل في حياتي من شفاء وتحرير وخلاص، ولما أكون أنا واخد أركان في حياتي أو واخد حياتي كلها وبعيدها عنه خالص وجاي بقول له يا رب لا. أنا زي ما شعبه عمله في القديم بنقول من صموئيل الأول إصحاح 8 إن حتى بعد ما ربنا قال له لا اسمع لصوتهم وخليهم هو لكن ملوك الأرض هياخدوهم عبيد وهياخدوا نسائهم وأولادهم وأرضهم وكل شيء، قالوا لا بس إحنا برضو عايزين ملك. وكل واحد فينا بيمر بالظروف دي وكل واحد فينا بيمر بالظروف اللي هي
لا يا رب، انا عارف لو انت وكلتك انت الاول هيكون احسن، بس انا خايف، او انا خايف ان لو ما عملتش زي باقي الشعوب وباقي الناس اللي حواليا هيقولوا عليا ان انا دروشت، او ان انا يا رب باخد ايماني بطريقه يعني ايمانيه زياده. او عايز اقول لك الحاجات دي كلنا بنعدي فيها، ولكن النهارده ربنا بيحط امامك الباب وبيقول لك لو انت فعلا بتطلبني انا هجيلك، ولو انت فعلا بتطلبني النهارده لاولادك ولصحتك ولكل شيء. انت النهارده بتقولي انا اقدر اعمل ايه، انا ست بسيطه ما عنديش غير انا بشتغل في البيت او بعمل حاجات وبجيب العيال من المدرسه وبعمل حاجات بسيطه جدا. عايز اقول لك ان انت تكوني سبب بركه لاسرتك، تبتدي باولادك، تبتدي باسرتك، تزرعي فيهم ملكوت السماوات، وكما في السماء يكون في ارضك، ويكون في نسلك، ويكون نسل ملوكي فعلا، ويكونوا فعلا كهنه الله العلي، مش ان هم ما يعرفوش ما لهم في المسيح يسوع. كلمنا في حلقات قبل كده ان احنا وارثين الله في المسيح يسوع، ان دي مواريث ثمينه ووعود امينه، ولينا النهارده ان استحقاقات الفداء المقدم على الصليب لكل واحد النهارده بيقبل ويقول له يا رب ملكك ياتي على حياتي. أمين. فعندما ياتي ملك الملك يهرب كل حزن، ويهرب كل تناود، ويهرب كل مرض، ويهرب كل روح نجس، ويحصل ايه؟ تحرير في الاجساد والارواح والانفس ايضا. امين امين. يعني بكل بساطه لما نيجي نقرا سفر صمويل ده هنلاقي ان يعني الموضوع ده زايد جدا، لدرجه ان احنا هنشوف ان في اصحاح 12 يقول لهم كده: ولما رايتم نحاش ملك بني عمون اتيا عليكم قلتم لي لا بل يملك علينا ملك، والرب الهكم ملككم، فالان هو ذا الملك الذي اخترتموه. فبنشوف ان يعني كل هم نظروا الى الملك الارضي وشافوا الملك الارضي وقالوا ان هو ده اللي هم عايزينه. وطبعا لما ابتدوا يدركوا ان هم اخطاوا جامد جدا يقول لهم ايه جميله جدا، يقول لهم كده في عدد 22 من اصحاح 12: لانه لا يترك الرب شعبه من اجل اسمه العظيم، لانه قد شاء الرب ان يجعلكم له شعبا. يعني مهما اني يعني احنا مخلوقين لعبادة الملك السماوي، ورغم ان احنا بندور على ان احنا نشبع ده في ملوك الارض مش هنلاقي، لان احنا نشوف ان اول حاجة شاول عملها ان هو قدم ذبيحة. ما كانش من حقه ان هو يقدم ذبيحة، المفروض ان اللي بيقدم الذبيحة المفروض طبعا الكاهن، لكن لان الكهنوت في الوقت ده اتدهور جدا في سفر القضاء، واحنا عارفين ان في سفر القضاء كل واحد بيعمل اللي هو عايز يعمله، ما يحسن في عينيه. فاضطر صموئيل ان هو يبقى نبي وقاضي وكاهن، لكن ويبقى كاهن مع انه من سبط افرايم، ومش من سبط لاوي فعلا، بس ان الكهنوت فاسد وان النبوه فاسده فعلا، ولان الملك بعد كده يعني نرجع تاني النقطه، عشان كده تحقق في السيد المسيح الملك والنبوه والكهنوت، لان هو رئيس الكهنه الوحيد الذي اجتاز السماويات وقدم نفسه لاجل ايه؟ لاجل البشريه كلها، قدم دم نفسه لله الاب. ان النهارده كل واحد بيجي ويحتمي في الذبيح الاعظم اللي هو يسوع المسيح، ان النهارده بيقف هو عند الاب عن يمين الآب جالسين في السماويات. باخد كل التعبيرات من الرسائل بتاعتنا في العهد الجديد، انه مش بس كده، ولكن اجلسنا معه في السماويات عن يمين الله. فين؟ في المسيح يسوع. ان النهارده مش مينا ولا أبون ولا فلان ولا الخادم ولا القديس ولا الراعي ولا ده ولا ده ولا ده، ولكن هو المسيح الذي في هذا الشخص. ان النهارده هو الوحيد الذي يستطيع كل شيء. انا بركز قوي على الكلام ده لان احنا بنوجه دايما المجد للسيد المسيح. اوعى تقول ده اختبارات ولا برنامج شفا، ازاي ده هيحصل لهم تعظم او كبرياء او كده. عايز اقول لك اللي فعلا عايز يعرف يعني ايه معنى انه يحمل الصليب كل يوم ويتبع المسيح، هو بيجي في برنامج شفا ويقول له يا رب احنا بنقول يا رب انت الشافي، امين يا رب، احنا بنعتمد على كلامك يا رب، واحنا ما بنسيبش اي كلمه، ولكن بنقول فعلا يضعون ايديهم على المرضى فيبرؤون، امين يا رب هيكون فعلا. معانا اتصال عايزين ناخده قبل ما نبتدي نصلي. معانا اختنا ليسا من سيدني. الو الو حبيبي مينا، كيفك حبيبي؟ الحمد لله نشكر الرب، اتفضلي حبيبي.
كثير، عندي ديبريشن، فيري باد ديبريشن، وما بعرف زي المجنونة، وفي روح شريرة عم تطاردني، بدي صلاة منكم عشان أخلص من هالمرض الخبيث. صلاة من عندكم يا حبيبي، الله يعطيكم إن شاء الله ويطول عمركم. أنا محتاجة كثيرة بصلاة، محتاجة لربي حتى يشفيني، حتى يشفيني بصلاتكم يا رب. أمين، الرب يشفيك. محتاجة لكم كثير. يشفيك يسوع. أختي ليسا، النهاردة هنصلي من أجلك، وصلي معانا بكل جرأة وبكل ثقة إن إلهنا يستطيع أن يحرر نفسيتك. اوعي تعلني على نفسك موت، اوعي تعلني على نفسك أبدا إن عدو الخير هو المحوط عليك أو هو ليه الحق، ولكن اعلني دم المسيح، اعلني سلطان الملك النهارده على حياتك ونفسيتك تنفرج. سامحني ما بقى اسمعكم يا اخ مينا. بقول لك ان انت النهارده تعلني عن نفسك حياه، تعلني عن نفسك اتحاد بالمسيح، تعلني عن نفسك النهاردة ان ما تكونش نفسيتك منحصرة او الى موت او الى يأس. نعم. ولكن النهاردة يسوع يأتي بروح القدوس ويتلامس معك ويكون لك شفاء نفسي. وهنصلي من اجلك وتتحدي معانا وتتصلي تشهدي عن عمل الرب. انا بحب البرنامج كثير، يعني كل مرة بشوفكم ودائما بجرب اتصل، بس ما بقدر اتصل، ما بعرف ليش. اليوم الحمد لله اتصلت واخذت التلفون. بليز نشكر ربنا ان انت ما دخلتيش. صلاة من عندكم ده حتى الرب يشفيني. أمين. واقدر انام بالليل واقدر اقوم واعمل واجباتي للرب ولبيتي كمان. انا مضايقه كثير كثير كثير. أمين. أختي ليسا النهاردة ثقي في الرب، النهاردة هنصلي من أجلك. مش صدفة إن التليفون النهاردة جه واستقبلنا التليفون واخدنا الطلبة وقدمناها، وإخواتنا حول العالم كتير جدا متشفعين النهاردة، كتير جدا مصليين بيتحدوا معانا. يمكن إحنا أنا وإيفون اللي بنبان، ولكن في جيش من خدام أمنا يضعون كل طلبة أمام الرب، بكل طلبة بكل اسم، لأن ربنا مهتم جدا بكل شيء عندنا. بشكرك من أجل اتصالك معانا. أختنا سيلفيا من فرنسا على الفايبر. ألو. عفوا، أخت سميرة من فرنسا. ألو. سلام المسيح. سلام المسيح معك أخت سميرة، تفضلي. معك مين على الهواء؟ عايز واضح ان التليفون ممكن عشان تتكلمي على الفايبر يكون ضعيف، ولكن هحاول ناخد الاتصال. ايوه تفضلي. الو. ايوه اخت سميره معك مين، تفضلي. انا عايز اطلب طلبه من ابني. ايوه. بيعاني هو شاب 20 سنه، يعاني من 3 سنوات حدث معه فتنه على تقشف كبير، مفرزات كبيره كبير لانه. طيب أخت سميرة، أنا مش قادر أفسر الكلام عشان حضرتك بتكلمي على الفايبر، أنا هرجع المكالمة للكنترول روم، هناخد تفاصيل ونصلي عشان وقت البرنامج، احنا فضلنا 15 دقيقة، فعايزين نصلي لكل إنسان النهاردة حط طلبة أمام الرب، والناس اللي بعت لنا على الويب سايت، والناس اللي بعت على الفيسبوك، والناس اللي بعت مسجات، وكل الأرقام اللي بتظهر على الشاشة، الناس بتبعت من خلال الأسبوع ونصلي مع ناس. فأنا عايز النهاردة أن احنا ناخد الطلبة دي وناخدها بالتفاصيل ونصلي من أجل ابن حضرتك ده اللي قدرت أفهمه من المكالمة. أمين يا أبونا. احنا عشان وقت البرنامج عايزين نرجع نقول بتلخيص بسيط جدا، إيه النهاردة يعني إيه قصة صموئيل وقصة الشعب ومالها بينا النهاردة، وإيه علاقة الموضوع ده كله بالشفاء الإلهي؟ بكل بساطة يا بينا، أني من البداية ربنا عايز يكون هو الملك وعايز يملك على حياتنا. بتلخيص شديد جدا، اني اترفض كتير جدا، اترفض من ادم، اترفض من شعب الله نفسه، اترفض بعد كده يعني. لكن يجي بعد كده الوعد، طبعا الشعب يقولوا احنا عايزين ملك،
زي باقي الشعوب، مش عايزين ملك السماء يجي على حياتنا، احنا عايزين ملك. ويبتدي ان احنا طبعا بنشوف الملك شاول يجي، وبعد كده الله يرفضه، الملك داود هيجي هيعمل غلطات معينة، سليمان هيجي الموضوع هيزيد، وطبعا ربنا هيقول له بعديك يا سليمان المملكة دي هتتشقق. لكن الوعد بقى هيجي، والنبوات تبتدي تيجي ان في يوم من الايام هيجي، هيجي الملك السماوي دوت، مولود من امرأة، مولود تحت الناموس، ليفتدي الذين تحت الناموس. أمين. وبنشوف ان الملك دوت ليه اسمه، اسمه يسوع، اسمه عظيم، مشير ابا ابديا، رئيس السلام. وبنشوف ان الملك يسوع دوت بيعمل حاجة جميلة كل يوم، كان يقول يصنع الخير ويشفي جميع المتسلط عليهم ابليس. النهاردة لو انت بتقول انا ابن ليسوع المسيح، واحنا هندي فرصة في الصلاة ان احنا ان نكون احنا ابناء لي، اللي بيحصل بالظبط ان احنا حسب ابونا ابراهيم، حسب ابراهيم، حسب الموعد، احنا ورثة، وارثون مع المسيح. فالوريث دوت بيبقى كل مال الآب السماوي، كل مال الملك السماوي هو لي. فباجي النهاردة أقول له أنا بنتك وانت تبنتني، وعلشان كده أنا النهاردة بقول لك تعالى واملك على حياتي. وده يمينا للمسيح قاله للتلاميذ. أيوة. قال لهم لما تصلوا أبانا الذي. أيوة. الفكرة مش ان انت ترددها 100 مرة وانت مش عارف انت بتقول ايه، الفكرة ان انت في أبانا الذي بتقول ان ملك السماء كما في السماء كذلك يا رب على الأرض. كما ان في السماء ما فيش مرض، في الارض ما فيش مرض، كما ان في السماء ما فيش اكتئاب، الملك ده يجي عليا. وده بكل بساطه رسالتنا. يعني ده انت بتشرع، انت بتشرع. ده انا بصيت حتى على النحو بتاع الكلام ده بصيغه الامر، يعني يمكن اكتر تعبير في العربي انك بتعلن ملك السماء على الارض، لياتي ملكوت ملك الملوك كما في السماء كذلك على ارضي وعلى حياتي وعلى اولادي، تكن مشيئته كما في السماء. عشان الناس بتقول مشيئه ربنا مش دايما شفاء، انا بقول لك مشيئته التي في السماء ما فيهاش موت، ما فيهاش مرض، ما فيهاش فساد، كذلك على ارضي ايضا. ادي الصلاه بتعلمنا قلب الاب. عشان كده يسوع له كل المجد، هو علم تلاميذه كده. لما تيجوا تصلوا قولوا الكلام ده، شرعوا الشريعه دي، شرعوا تشريع ملكي يكون على حياتكم ويكون من خلالكم. وشفنا الفرق كبير جدا، كل ما الانسان بيبعد عن الملك السمائي، كل ما بيبعد عن ملك السماء، كل ما بيبعد عن رئيس الحياه، كل ما بيختار لنفسه ملوك اخرى، ملوك اخرى من اراضي غريبه، من اراضي استعباد. يا ترى انت النهارده بتعاني من ايه؟ انا عايز اقول لك اخويا اللي بتشاهدنا النهارده وانت مش مسيحي، عايز اقول لك انه ياتي عليك ملك السماء النهارده وتكون في حياه. اختي النهارده اللي بتقول انا ما عنديش اي امل في حياتي، فقدت اموالي، فقدت اولادي، فقدت بيتي، فقدت كل شيء، ياتي ملك السماء على حياتك فيسترد اضعاف اضعاف كل شيء سلبه ابليس، لان هو الكذاب وابو الكذاب، هو اللص الذي اتى ليسرق ويهلك ويذبح. ولكن الهنا العظيم المبارك اللي هو لرئاسته لا نهايه، ان النهارده هو العجيب. ايوه يصنع عجب في حياتك ويشفيك من كل ضعف، قدم نفسك امامه واحنا بنصلي النهارده لكي يتمجد في حياتك ويكون شهاده حيه. اتفضل يا فون. امين. يا رب أنا بشكرك من كل القلب يا رب على محبتك، لأنك إحنا جايين نحيي يسوع الملك فعلا، ونقول لك شكرا ليك لأنك ملك يا رب، بنسجد أمامك وبندي لك يا رب كل المجد وكل الملك وكل السجود. أبويا النهاردة أشكرك لأنك أعظم ملك وأحن ملك يا رب، وبتيجي النهاردة بتقول أنتوا رفضتوني كملك لكن أنا ما رفضتكوش كشعب. فالنهاردة يا رب بنيجي النهاردة وبنسجد أمامك وبنقول لك احنا جايين نعلن النهارده انك انت الملك. تعال النهارده صلي ده معايا، تعالي صلي، تعالي النهارده عايزه تركعي امام التلفزيون، عايزه تركعي في الحته اللي انت فيها، قول له النهارده انا جايه اقول لك استلمني بالكامل، انا جايه النهارده اقول لك ابويا السماوي انك انت ملك الملوك ورب الارباب. شكرا لك، انا بشكرك لانك ملك صالح، اشكرك لانك ملك محب، قول له النهارده اشكرك لانك على عود الصليب قدمت بالكامل تمن خطيتي
دفعت ثمن مرضي، دفعت ثمن كل مرض، اسم كل مرض النهارده بيمرض جسدي وروحي ونفسي. قول له النهارده انا جايه اقول لك سامحني يا رب، انت في اوضتك بقدم توبه يا رب عن كل الاعمال يا رب اللي انا عملتها، ان كانت اعمال سحر يا رب، ان كانت يا رب اي اعمال. باجي النهارده بقول لك سامحني يا رب، باجي النهارده بقول لك اني انا بطلب دمك وبعلن كده ان دم يسوع المسيح ابنه يطهرني من كل خطيه. قوله النهارده انا بقبل دمك، النهارده بقبل ان انا احتمي تحت مظله هذا الدم الطاهر يا رب. كنت صليت الكلام البسيط ده، قدم وثق النهارده انه اتبناك وانك انت النهارده مش عبد ولكن ابن. قوله كده معايا، يا رب النهارده انا بقبل انك انت تكون ملك، مش بس على فكري في فكر الخلاص، ولكن على فكري في فكر الشفاء. شعر بالروح ان ناس كتيرة جدا عارفة موضوع الخلاص لكن عند الشفاء بتبعد. قول له النهاردة انت ملك، النهاردة انت الملك الشافي، انا الرب الشافي. اشكرك ابويا السماوي على الروح القدس. تعالى النهاردة اتفضل يا روح الله القدوس، بنحييك وبنعظمك وبنقول لك تعالى واعمل يا رب، اشفي واعمل اللي انت بس تقدر تعمله. بحط يا رب النهارده امامك اخويا هاني، وبشكرك يا رب من كل قلبي لاني انت شفيته على الهوى يا رب. عملت يا رب معجزه حيه يا رب، واتصل وشهد. اشكرك، اصلي انك انت تستخدمه بكل قوه يا رب، اني يخبر بكم صنع به الرب ورحمه. اخويا مجدي صلاه من اجل الام في العمود الفقري. اخويا بنتهر باسم الرب يسوع كل الم في العمود الفقري الان باسم الرب يسوع. بنتكلم العمود الفقري وبنقوله باسم الرب يسوع شفاء كامل في اسم يسوع. اخويا جورج مرض القسع باسم يسوع شفاء كامل يا رب لاخويا النهارده. انا بشكرك لانك زي ما انت كنت بتقول وتصنع خير، انت امس واليوم والى الابد، وبتقول يا رب تحت كل اسم يا رب بتزور بيوت النهارده يا رب. بحط النهارده قدامك اختي ليلى، تضخم في الطحال وتليف في الكبد باسم الرب يسوع، شفاء للطحال وشفاء للكبد، يشفيكي يسوع المسيح اختي. اخويا جورج تحرير من اسحار باسم يسوع. اخويا تعالى النهارده وتوب النهارده، قول يا رب انا بكسر يا رب كل عمل سحر انا عملته، انا بتوب يا رب عن كل مره عملت فيها عمل سحر يا رب باسم يسوع. تعالى النهارده وقدم توبه يا رب النهارده، بننتهر هذا العمل من على حياته، بنكسر اي سلطان لابليس على حياته باسم يسوع، وبنعلن انه مواطن سماوي. اخويا سليم تحرير بحطه قدامك يا سيد الرب باسم الرب يسوع. بكسر اخويا كل سلطان ابليس على حياتك، تعالى معايا وتوب، قول يا رب سامحني، سامحني يا رب على كل عهد انا عملته مع ابليس. النهارده انا برفض ابليس بالكامل وبقولك انت تملك يا رب النهارده على حياتي باسم يسوع. اخويا يعقوب وميلاد وبيلي بيصلوا الشفا، بحطهم قدامك باسم الرب يسوع شفا كامل. عطيات بتصلي ان هي تعرف، بنصلي انها تعرف الرب، بصلي رب ليها وبقول لك تعالى وافتقدها يا سيدي الرب باسم يسوع. اختي ليسا رب صوتها بتصلي من اجل اكتئاب، اختي انا بنتهر الاكتئاب من على حياتك باسم يسوع، انا بكسر الاكتئاب تحت دم يسوع الان. اختي اتكسر، امني كده، قول يا رب انا مصدقه كده باسم الرب يسوع. لو في حد في حياتك محتاجه تسامحيه، سامحيه الان، قول يا رب انا بسامح فلانه الفلانيه وفلان الفلاني، وباجي دلوقتي باسم يسوع وبطرد الاكتئاب، بكسره لاني ان حرركم الابن بالحقيقة تكونون أحرارا. أمين أمين. بصلي الأسيس أنيس يا رب في المستشفى في اسم يسوع، بحطه أمامك الآن يا رب، وبشكرك لأنك أمين يا رب وستظل أمين. اطلق يا رب شفاء الآن في جسده باسم يسوع. أخويا خالد قيود، أخويا باسم يسوع المسيح
بنكسر كل قيد تحت الدم الآن باسم الرب يسوع. مهما كان اسم القيود، اسم يسوع أعظم وأعلى باسم يسوع. أختي توتو، اضطرابات نفسية بحطها قدامك الآن يا رب، بتقول أنا بشاهدكم الآن ومحتاجة صلاة. أبويا باسم الرب يسوع بحطها أمامك يا رب، بنرش دم يسوع عليها، يتكسر من عليها كل قيد يا رب، كل روح اضطراب يا رب، اضطراب يا رب. أبويا كلمتك بتقول إنك أنت ما اديتناش روح الخوف باسم يسوع، لكن روح القوة بحطها قدامك النهاردة، روح المحبة يا رب بحطها، بقولك املاها بقوتك، قوة الروح القدس يا رب تيجي عليها وتطرد كل روح خوف الآن باسم يسوع. أخويا جوزيف ألم في جسده، أخويا بنتهر من عليه كل ألم باسم يسوع. أخويا مدحت بيقول صلولي، بحطه قدامك يا رب وبشكرك من أجل أمانته، بشكرك من أجل بيقعد وبيتعلم كل أسبوع. شكرا ليك لأنك شكرا. أنت هتعمل افتقاد يا رب في هذا البيت. أخويا معوض داويد بيقول أنا بتفرج على البرنامج دلوقتي محتاج شغل، يا رب أنا بشكرك لأن يا رب في الملكوت يا رب كل طلبة غالية عندك أنت جدا باسم يسوع، بحطه أمامك وأقول لك افتح أبواب عمل الآن. أشكرك لأن بنتقدم يا رب كأبناء الملك وبنطلب يا رب النهاردة بسلطان. أختي سميرة بتصلي يا رب، بحطها قدامك النهاردة لابنها، يمكن ما خدناش التفاصيل بالكامل لكن أنا بشكرك لأن الطلب أنت عارفه، لك المجد والكرامة. أشكرك لأنك بتكمل وبتأكد الكلام اللي احنا بنقوله بإتمام العمل والآيات التابعة، لك المجد والكرامة في المسيح يسوع. أمين أمين. شكرا يا بون، وشكرا ليكم أحبائنا في كل مكان. النهاردة اتكلمنا عن ملك السماء وملك الأرض، كل ما نتحد بالملك السماوي وحده يأتي الشفاء ويأتي العون من عنده، وعندما ننظر إلى أسفل وننظر إلى الأرض ونشوف كده التحدي اللي قدامنا ونقول لا يا رب احنا عايزين الملك الأرضي، نبعد عنه ونظرنا يسقط من عليه وما ننالش الشفاء بتاعنا والتحرير بتاعنا. ولكن النهاردة كل من تقدم له شفاء، كل من تقدم له تحرير. بشكركم أحبائنا في كل مكان، الرب معكم. نصرته في المسيح ويظهر بنا ما يعرف به ويمجد ابنه يسوع المسيح، وبقوة الروح القدس يعلن مجد المسيح، وبقوة الروح القدس يعلن